السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا عارفين إن ورق المفاهيم نزل على النت زي ما احنا عارفين، طبعا هو نزل من فترة بس أنا كنت في مشوار ولسه جاي دلوقتي، ما عرفش أعمل لكم ريفيو عنه، بس إن شاء الله هعمل لكم ريفيو سريع عن في الفيديو ده عن مفاهيم اللغة الإنجليزية الصف الثانوي الثالث الثانوي، وهل هو مفيد ولا لأ، وهل نعتمد عليه بس ولا لأ. هشوف كل الموضوع ده. هو جايب لك حاجات كتير جدا، وجايب لك المفاجأة اللي هو جايب لك حاجات من التراكمي، يعني جايب لك القاعدة بتاعت seem to و supposed to و mean to، دي كانت عندكم السنة اللي فاتت في تانية ثانوي الترم الأول، تفاجأت اللي هو ذاكرها وجايبها، بس برضو مش جايب كل التفاصيل فيها. تمام، دي الملاحظة الأولانية على الموضوع ده. وجايب لك برضو قاعدة F، وبرضه في التفاصيل مش جايبها، زي مثلا بدائل اف، في حته كده في اخر كل درس بتاع قاعده اف اسمها بدائل اف، شود مثلا وير وهاد، انت تبدا بالحاجات دي بدل اف والحاجات دي، وبروفايد وبروفايدنج، واف ات ويرنت يو، واف ات هادنت، مش عارف ايه، في بدائل اف كتير ممكن تيجي هو ما ذكرهاش. تمام، جايب لك طبعا الازمنه كلها بتفاصيل، كشور يعني مش كشور، لا يعني عناوين، حاجات افكار رئيسيه، استخدامات، يعني هو جايب لك معظمه جايب لك الاستخدامات بس، اليوزز اوف تنسز اللي هي الاستخدامات الازمنه. تمام، في تفاصيل بقى مش جايبها، يعني في تفاصيل مش جايبها، يعني مثلا في البريزنت في الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر، جايب لك ان وايل بيجي مش عارف الاحداث الاحدثين مع بعض، وحدث قطع الثاني والحاجات دي، وما جابلكش حته ان وايل لو ما جاش بعدها مثلا فاعل تحطه في الباي ان جي، وما قالكش مثلا ان اون ممكن تحط بعضها برضو الفيرب اي ان جي، وين ممكن تحط بعضها الفيرب اي ان جي لو ما فيش فاعل. جاب لك الحته بتاعت بس الديورينج بيجي بعدها اسم، اختار ديورينج وما تختارش وايل. تمام، فهنا في تفاصيل كتير في الدرس ده ما جابوش. مثلا عندك الباست بيرفكت الماضي التام، الحته بتاعت نو سونر وسكيرسلي وهاردلي ما جابش عنها اي حاجه خالص. تمام، having قاعدة having والتصريف الثالث، و having been والتصريف الثالث اللي هي المبني المجهول ما جايبش عنها اي حاجة برضو. فجايب برضو العناوين الرئيسية في كل الازمنة والاستخدامات الرئيسية في كل الازمنة، لان ده يا شباب يعني المحتوى اللي هو جايبه ده محتوى اجنبي، ده محتوى اجنبي من كتب اجنبية، وده اصلا الطبيعي ان برا يعني الدول الاجنبية بيتعاملوا بيه، ده الطبيعي اللي هو الحاجات الرئيسية في كل درس في كل زمن في كل بتاع. انما عندنا بقى بيقولوا تفاصيل التفاصيل التفاصيل التفاصيل. تمام، فهو جايب لك حاجات يعني حاجات رئيسيه في الازمنه والجرامر اللي عندك والمفاهيم زي ما بيقولوا. جايب لك كمان في الكوزيتيف برضو في بعض التفاصيل ناقصه، جايب لك في الكوانتيفايرز اللي هي المحددات، الكوانتيفايرز ما جابلكش مثلا حاجة عن neither و either، وتقريبا هو جايب none بس تقريبا مش جايب no، استخدام no في اول الجملة، فدي برضو هو جايب some و a few و little و so و much و many و little و a little والحاجات دي، ما جابش neither ولا either ولا no لما سمع في اول الجملة، فده برضو علامة استفهام على المفاهيم. الفريزر فيربس، الفريزر فيربس جايب مجموعه بسيطه جدا من الفريزر فيربس والكلام عنها والباترنز ومش عارف ايه والحاجات دي، بس برضو مش جايب تفاصيل كتير. ايه كمان يا شباب اللي عندنا؟ جايب لك الفيوتشر والازمنه، الازمنه يعتبر متناولها بشكل يعني موضوعي شويه، ولكن تفاصيل كتير جدا مش مذكوره فيه، تفاصيل كتير جدا مش مذكوره في الازمنه. طبعا جاب لك الباسيف كله في صفحه واحده، وطبعا ان شاء الله كل ده هنقراه ونشرحه مع بعض وهترجم لكم كل حاجه، ما تقلقوش خالص. ولكن السؤال هنا، وجاب لك الريليتيف كلوزز، جاب لك طبعا الريبورت سبيتش، اكيد في تفاصيل كتير مش موجوده زي الحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي، بس انت بتتكلم هنا في الجرامر، يعني الجرامر كله والبانكتويشن ماركس، جاب لك البانكتويشن هنا، يعني الجرامر كله بتاع مثلا 7-8 جمل من الامتحان كله او 5-6 جمل ايا كان،
وعندك البنكتويشن، يعني البنكتويشن بس يعني طبعا البنكتويشن ما جابكش اي حاجه عن الاساي ولا رايتنج اساي ولا البروجراف ولا انواع الاسايز ولا الحاجات دي كلها، ما جابلكش اي حاجه من الحاجات دي خالص، تمام؟ فهو جايب لك يعني حاجات عامه جدا جدا جدا، تمام. هل السؤال هنا بقى، هل اكتفي بالمفاهيم دي بس؟ طبعا قطعا قولا واحدا لا، ما نكتفيش بالمفاهيم دي بس، احنا هنشرحها مع بعض وهنوضح كل حاجة فيها، والتفاصيل الزيادة ان شاء الله هنقولها، وبس برضو لازم يعني نقرأها بحيث على الاقل نشوف التراكم اللي علينا او الحاجات اللي مش علينا في المنهج، نشوفها هو جاي فيها ايه وبس، ونمشي في مذاكرتنا ومراجعتنا وحل اختباراتنا والكتب اللي معانا زي ما احنا ماشيين خالص، ولا يشغلنا، ولكن برضو نبص عليها علشان نشوف ايه الحاجات التراكمية اللي هو جايبها، ونعرف حتى نطلع عليه بسرعة، عشان لما يبقى معاك في اللجنة وانت مثلا في حاجة عايز تطلع عليها يبقى انت عارف هتدور فين في الدرس، ان هو في الحتة دي لا في الحتة دي، تمام. بس ده كان الريفيو السريع عنه، اتمنى تكونوا استفدتوا. ان شاء الله هنشرح الورق ده، وربنا يوفقكم ان شاء الله، وزي ما قلنا هنستمر في حل الامتحانات وحل تكمله كتاب جام والترجمه وبقى القطع بقى والشغل التقيل بتاعنا ده. سيبك انت من كلام المفاهيم ده والكلام الاجانب دول، ده كلام خواجات، احنا مالناش دعوه بيه، ده كلام خواجات احنا مالناش دعوه بيه، خلينا في الشغل المصري المعتق، تمام. الشغل المصري المعتق بتاعنا. بس كده احنا طبعا عارفين ان احنا ما عندناش يعني الوحده الثالثه وال 11 وال 12 في كتاب جيم، ويبقى كده خلصنا، نخش على طول على القصه وبعدين السكيلز وترجمه وان شاء الله، ونكمل بقى امتحانات زي ما احنا مكملين برضو في كتاب اي 1 ونيو جينيوس. انا عارف ان انا متاخر في نيو جينيوس بس اعذروني، وان شاء الله هنكمل فيه. ما تنساش تعمل لايك بالفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.